سامو قد السر وكانت تسرع نجم مع النهاردة قوات الدفاع المدني السعودي جيم دافيا وانك تشترك في القناة واضغط لايك والله انت الفيديو بدأنا الفيديو قوات المملكة العربية دولة سعودية الله حفظ بها الحرمين الله عز وجل قوات الطوارئ السعودية قوات من خاصة اتكلم كلمت الاول الشيخ وسيم دولة قوتها لان الله يعلم ان هذا الشعب كفيل بحماية سيارة الاباتشي حيث يجعل رسالة الله اعلم يعلم ان هذا الشعب كفيل قوات الطوارئ شو بيعمل عن الاقتحام ازاي نطلع العربية من العربية وشال اللي بتعمل ده شوف واو واو شوف ماسك الواد ده راح نزل في العربية على طول واو قوات خاصة كفاءة عالية في التدريب شوف والنار يعني النار مشت عليه برضه شوف واو واو وساكت العربيات عشان الناس المهمين كده الرئيسة لو حد جاي سفير من بره عشان لو حد يتعامل معاه يكون هو بيعرف يسوق كده يعمل حركات عشان يتعامل مع حد في عملية اقتحام منورات دي مدينة دي تحت العرض صالة العرض العسكري دي صالة العرض العسكري شوف القوات شوف الدبابات الدبابات الحربية كلها منورات وتدريبات شوف مثل قوات الطاقات العسكرية في الطائرات في طائرات التدريب الوردية في طائرات الحربية في السعودية طائرات الأباتشي الأمريكية تسليح مرة عالي جدا شوف دي نازلة من حمل الطيارة كلها تدريبات عشان كفاءة الجاهزية في الجاهزية التامة لأي حرب واو الطيارات يكونها منورات مستعدات لأي حرب القضاء عن الشياكة الإرهابيين شوف عملية اقتحام لواحد جوا السيارة كده عملية اقتحام جوا السيارة واو شوف الدبابات شوف الدبابة عاملة ازاي دي ده جنب الصواريخ المدفعية دي الصواريخ التصوير البطيء واو دي كلها التصوير البطيء واو كل الصواريخ برضه ده يا جماعة التصوير الليلي بس الشركة ناسي 1000 اشتراك واضغط لايك ناسي الأكبر على القناة ومع السلامة.